بونسوار كومنت لي فو افيك فو مدام رانيا حميده وان شاء الله في الفيديو ده هحل معاكم تمارين الوحده الخامسه في منهج فاروندول كنت شرحت معاكم الوحده الرابعه والخامسه وفي الفيديو ده زي ما اتفقت معاكم ان احنا هنحل التمارين والامتحانات الموجوده والوحده كانت بعنوان فخ لانيفرسير لاني كانت عباره عن حفله عيد ميلاد وانا شرحتها كلها في الفيديو قبل ده النهاردة جايين عشان نحل سوا التمارين بس من فضلكم اللي لسه مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ويقدروا يستفيدوا هنبدأ سريعا نحل سوا الاكزرسيس ده هنا قدامي ايماج صورة فيها بنت ومعاها تقريبا ويت بوجي تمن شمعات فهنقرا كده مي فغي او سي لانيفرسير دو علي دا عيد ميلاد لعلي نو هي بنت مش عارفين اسمها ايه بس هي بنت فهتكون الاجابه فو هاجر اسمها هاجر اه دي عندها عشر سنين اتفقنا ان هما ان دو 5 6 ويت ويت -on. عندها تمن سنين مش عشرة إليا ان جاتو في جاتو إليا دو بوجي فو احنا في إيه قلنا ويت هاجر إي كونتونت الاجابه هتكون فري ان هي مبسوطه او سعيده دي مظبوط شكلها مبسوط فهتكون فري بعد كده بيقول لي شوازي لابون ريبونس نورا إيني ني اون سبتمبر اون سبتمبر لان شهر الشهور بيجي قبلها فري اون في اتخي بال يبقى ست دي لان دي بتاعت صفات الاشاره الفمينة لي دي هختار لو لان ايام الاسبوع بيجي قبلها الاختيكل لو لو vendredi. ال بوا دو ال ابوستروف اوف واد يعني ميه ساقعه فبتيجي uh, معها الاختيكل بختتيف دو ال رامي جو أفك سيزامي يعني رامي بيلعب مع أصحابه سيزامي لأن كلمة أمي كلمة بلوريال كلمة جمع هختار سي السؤال اللي بعد كده بيقول شاس لان ترو كادو جاتو جانفي بوجي هي طبعا جانفي لأن ده شهر آمو بل بو كل بل هختار كل لأن الباقي صفات بمعنى جميل أو جميلة مؤنثة تي بير كافي جي هختار بير لان معناها اب والباقي مشروبات لوندي ماردي ميركريدي هختار روبو لان هي معناها انسان الي والباقي جور دو ايام الاسبوع بعد كده جونفي جون جوان جويي جوي هختار جون بمعنى اصفر والباقي لو موا دو شهور السنه والاكسرسايز اللي بعده بيقول لي مي اون اوردر الجمل هو بادئ لي الكلمه بلون مختلف بس في الاكزامي مش بيجيبها كده ببدا بالسوجي فهقول جو جوفر يعني انا اقدم ان كادو الهديه ان الى مامو لمامتي جوفر ان كادو بقدم هديه لمامتي لو جاتو اي بعدها الفيرب سور يعني على لا طبل على الطبل الترابيزة عبد الله أدور على الفرب فين الفرب مونج عبد الله بياكل ياكل دي جاتو اي يعني و دي بسكوي تمام كده يبقى أنا باخد السجي بعد كده الفرب بعد كده الكومبلمون أو المفعول إيه كل بو كادو ده اكسبلوسيون بمعنى يا له من كل هنا بستخدمها للتعجب يبقى كل بو كادو زي لما بقول ايه, إيه الهديه الحلوه دي كل بو كادو لا في مالها ايه يعني تكون جونتي لطيف ده بالنسبه لاكسرسيس المي اوناردر يا رب يكون واضح بعد كده انا هختار شو لا بون جروب، لا في الحفلة أون يعني إن إحنا بنطفي الشمع، la fête. Offre. Les بنقدم الهدايا، تمام، ألا نحنا بنشرب نشرب دي هنا دي جاتو يعني احنا جاتو لو هنا كان مونج كنت اخترت دي جاتو الا فات اون مونج اهي لو انا اون مونج يبقى دي جاتو يبقى انا افرق بين أم بوا يعني يشرب ومونج يعني ياكل بوا يعني يشرب هختار دي جو عصير مونج يعني ياكل فهختار جاتو عشان اكل الا فت اون ان احنا بنطفي لبوجي الشمع complete avec ش ce point et rami يبقى س ش هختار الاول احنا عندنا هنا اعرف الكلمات دي مي يعني لما اقول الحاجه دي بتاعتي مي صفات ملكيه جمع كال بمعنى ما او اي كادو بمعنى هديه انيفيرسير بمعنى عيد ميلاد وفات بمعنى حفله س نقط إيه اه ا رامي يعني الحاجه دي اللي انا بشير ليها تكون لرامي هتكون الاجابه س كادو س كادو يبقى اول حاجه س كادو هنا كادو هتكون س كادو إيه اه ا رامي جي تانفيت جي تانفيت انا بدعوك ا ما أما فت بدعيك لعيد ميلادي هنا جور سوم نو هختار كل كل جور سوم نو ده سؤال بسأل بي عن اليوم كل جور سوم نو بون انيفرسير بون انيفرسير زي عيد ميلاد سعيد بون انيفرسير سي هؤلاء يكونوا مي مي كوبين مي كوبين سي يعني هؤلاء يكونوا مي كوبين زملائي الاكسرسيس اللي بعد كده عايزني في دي يعني هعمل جمل جايب لي كلمه كال وكادو هتكون شبه ده كده كال بوكادو كال بوكادو يعني لها من هديه جميله كال بوكادو بعد كده جايب لي كلمه سفل لي بوجي ممكن ان انا اقول جو سفل لبوجي يعني أنا بطفي الشمع، جي سوفلة لي لبوجي طيب بعدها لي كلمة كادو وأوفر ممكن أقول جفرة أنا بقدم ان كادو الهدية ان كادو ا آه. الى مثلا مير مامتي أو إلى الأم أو ا مير ا ما مير لمامتي أ-ما- مير جوفر ان كادو أ-مامير يعني أنا بقدم الهدية لمامتي اللي بعدها عايزني أقول دي جاتو ومونجي فيرب مونجي مع جاتو هقول مثلا جو مونج يعني أنا أكل وأقول دي جاتو جو مونج دي جاتو عندي بعد كده بوا يعني يشرب دي جي هقول جو بوا وحط معاها دي جي جو بوا دي جو يعني انا اشرب عصير الاكزرسيس اللي بعد كده بيقول كومبليت كومبليت افيك كونتون بمعنى سعيد او مبسوط اوفر يعني يقدم كال بمعنى ما او اي أريف بمعنى يصل ودي متصرف مع إيه إيل أفيك إس إيه أنيفرسير أنيفرسير يتفقنا أن معناها عيد ميلاد سي <سأل> لو بوين دي مون فرير يعني ده بيقول هذا يكون نقط أخويا يبقى سي لو ال معنى كده أن هيجي بعدها فويال إيه فبيقول ده عيد ميلاد سي لانيفرسير دي مون فرير اون لوي نقط دي كادو احنا لوي يعني له دي كادو هدايا يبقى احنا عملنا ايه له يبقى احنا له يعني اون قدمنا له الهدايا قدمنا له الهدايا دي كادو اون لوي اوفر دي كادو يبقى دينا هختار هنا اوفر دي رقم اتنين اتفقنا ودي نمرو اه ودي نمرو دو بعد كده تو لزامي تو لزامي الاغ في الساعة يعني وصلوا في ميعادهم مظبوط يبقى أريف تو لزامي أريف. بوان بل فت يعني كلب الفت نعجبهم الحفلة فبيقولوا كلب الفت فات بمعنى يا لها من حفله جميله اخر واحده مفضلش غير كونتو مون فريغ اي كونتو يعني مبسوط او سعيد طيب بعد كده شوازي لا بون ريبونس نو نقط دو كافي نو هنا لو فيرب بوار مع نو هيكون نو بيفون ال ان كادو أل الاخرها ا لانه متصرفه مع ال Le نقط لا بورت أوفر أوفر يعني يفتح حصرفها مع لو كأنها إل فهاخد الأخيرها أ لزامي نقط لي بوجي لزامي كأنها إل أفيك أس فهاخد الاخرها أو إن تي ألا أن أون مونج أون دي بصرف معها الفيرب كأني بصرفه مع إل وإل بعد كده عندي أسوسي أنا حوصل كالبوكادو يعني تعبر عن جمال الهدية كالبوكادو جو تانفيت أما مافات يعني أنا بدعوك لحفلة عيد ميلادك تدعو صديقك لحفلة عيد ميلادك جو تانفيت أما مافات بون فات يعني بتهنئ صديقك بعيد ميلاده إيه اي بون فات يعني تتمنى لصديقك حفلة سعيدة بون فات. بوم فت حفله سعيده بون انيفرسير هي اللي بتهنئ صديقك بعيد ميلاده لما حد يكون عيد ميلاده عنده معاد عيد ميلاده يعني او يوم عيد ميلاده فهقول له بون يعني عيد ميلاد سعيد اون كيل موا نو دي لما انا بسال عن الشهر اون كيل موا نو اون كيل موا نو بعد كده بيقول فريدة إيه هختار الصفة الفمينة كونتونت سي أن كادو هنا كلمة مسكولة يبقى سي أن بو كادو بو كادو أم بوا دي لأن تي كلمة مسكولة يجي معاها دي إلفو طالما في إلفو يبقى الفيرب اللي بعده بيجي في الأنفينيتيف يبقى اوفرير إلفو اوفرير لافينتخ. كل بل فيه كل باتنين قال لانها فيمينا إل سون على بغت يعني هو واقف بيرن او بيخبط على الباب او كده دي إل سون على بغت يعني واقف على الباب اهو ال شونت شونت اللي هي بتغني دي سي ان روبو ده ان روبو سي ان كادو سي ان كادو الي كونتون الي الي كونتون il est content يعني هو يكون مبسوط أو سعيد هنا عايزني أوصل أسوسي لي كيستيون أفيك لي ريبونس يعني هوصل الإجابة مع السؤال تو لي تاخت تو لي تاخت وي بوكو أنت بتحب التاخت فقال له وي بوكو أيوة كثيرا كالا جاتو عندك كم سنة جي دوزون عندي اتناشر سنة كاسكو سي كاسكو سي الإجابة فيها سي أن روبو كاسكو سي ما هذا؟ يبقى أنا بسأل عن حاجة غير عاقل يبقى سي أن روبو إليا كومبيان دو بوجي في كام شمعة دي بوجي أو دي بوجي دي بوجي يعني عشر شمعات كيس كي كيس يعني من يكون هذا. سي ما سور يبقى في فرق بين كاسكو سي دي بتسال عن حاجه غير عاقل وكيس بمعنى من هذا بسال بيها عن شخص عاقل الباج اللي بعد كده بيقول لي اكري مو كونفينابل سو شاك دي ودي سهله جدا دي هنا ان كادو دي ان بوجي اون فواتور اون فواتور ان روبو ان روبو Une tarte. Une tarte. Particule dans la situation. Choisis le bon groupe. On dit pardon quand. La main à pardon quand. On refuse l'invitation. La main à baoule pardon. On dit avec plaisir quand. On accepte l'invitation. Bah, quand je refuse. Baoul pardon. quand je accepte, je dis avec plaisir. On dit c'est génial quand génial, يعني عظيم أو أو حاجة حلوة يعني on est content لما بكون مبسوط ف c'est génial حاجة عظيمة أو حاجة رائعة حاجة حلوة on est content on dit quel beau cadeau quand on est à la fête على فات لما بنكون في حفلة وبنشوف هدية حلوة بنقول كالبوكا يا لها من هدية جميلة اوندي اوفري لي ليفر افتحوا الكتب كون اون باغل افيك دي طب افرق بين دي وبين دي ازاي هنا اون باغل افيك اني ليف ده واحد بس واحد بس يبقى انا مش هقول اوفغي اوفغي هنا متصرف مع فو يبقى يبقى هو جمع يبقى عشان كده هختار ديزي ليف لو كانت هي اوفغ اوفغ لو كانت كده اوفغ بس كده كنت ممكن اختار اوفغ اللي ليفغ افتح الكتاب كنت قلت اني ليف انما هي بلوريال يبقى عشان كده اخترت ديزي ليف شوازي لا بون ريبونس حبيبه ايني اتفقنا ان احنا لما بنكون في مو على طول بختار اون جوان عشان ده شهر على طول سي ال الابوستروف الابوستروف كده ايه امي ابورت ان كادو هتكون مونامي مونامي ابورت أنك دو لزي ليف نقاط حختار أوفر الأخير ها أنت يعني الطلاب يفتحوا كرسات بتاعتهم يبقى لأخيرها ها أنت أه ل ل فندغدي لإن فندغدي بيجي قبلها الأرتيكل لو علي إي كونتون الصفة بقى المسكولان هي كونتوندي Elle fait une, je vais choisir féminin, une grande fête. Une grande fête. Amira est une petite, elle féminin, petite fille. On féminin. J'ai une voiture, 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 euh, voiture, dit euh, féminin, je nouvelle, elle est de elle. Ma tante est gentille. دي يبقى انا هفرق بين الصفات الماسكولا والفيمينا ان كونتون ماسكولا كونتونت فيمينا ده جمع ماسكولا جران جراند فيمينا و جران من غير ال كده تكون ماسكولا بتيت فيمينا والماسكولا بتي نوفو و نوفال الاتنين للماسكولا و نوفال للفيمينا جونتي للماسكولا و جونتي Tu invites ton ami à ta fête. Tu dis, la map te déso du croc le ollo. Je t'invite à ma fête. Pendant la fête d'anniversaire, je t'invite à ma fête. Aye. Tu acceptes. On a été. On a accepté. Accepter, signifie, l'invitation, hat ollo avec plaisir, avec plaisir. Tu refuses l'invitation de ton ami. Tu dis, hat ollo pardon, pardon. C'est l'anniversaire de ton ami tu lui dis bon anniversaire. de ton ami tu lui bon anniversaire. Ton ami te dit mon la dette de ta naissance. Naissance, cest ni. de je suis né en avril. toilette fait avril. بعد كده هختار ريبونس على ادجكتيف دومينستراتيف صفات الاشاره سات جوب سات جوب لان سات هي للكلمه الفيمينا الا شات شو سيغ بلوريال بلوريال هتكون سي سي شو سيغ مون فرير بورت سو بانتالون سو بانتالون عشان بانتالون masculin, martos, euh, ce, il, oula. ce, pardon, ce, la gira, ce, et élève s'appelle Ahmed hartor, sept, dix, les in, en, 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 ce, oui, sept, ce. والست كده الاتنين اللي للماسكولين اللي بس دي هختارها لو الكلمة بدأ بفويل ودي لو الكلمة بدأ بكونسون ففي الحالة دي ايلاف بدأ بالفويل فهختار ست اللي فيها تي واحدة ايلاف سابل فريدة هختار ست دي اللي باتنين تي لان هي دي بتاعت الفمينة غامي أوفر يعني قدم ان كادو les élèves ouvrent unt l beau elle avec s هتكون معها unt elle avec s معاها unt beau je porte je porte une belle chemise porte tu manges la ES her لان فعل المجموعه الاولى لما بصرفها مع تي <«tu> بيكون اخرها ES. هنا بيقول لي ترفض الدعوة هتقول باردون جسوي سوي تقبل الدعوة افيك بليزير هتهنئه بعيد ميلاده هتقول له بون تسأل صديقك عن اسمه كومون تي تابل تسأل عن عمرك كالا ما عمرك تحدث عن حفل عيد ميلادك ده موجود في فيديو الشرح تقدروا ترجعوا له وهو سهل يعني في جمل كده بسيطه بعد كده اكزامان مغو اين هحل معاكم اجوردوي اه سي لانفرسير دو هاني يعني النهاردة عيد ميلاد هاني جو في الانفرسير افك مونا اي مجدي رايح العيد ميلاد افك مونا اي مجدي لزامي دو هاني اصحاب هاني مونا اشت ان بالون مونا اشتريت هدي اي كرة مجدي اشت ان غوبو اي موا جاشت انتو بي على فتا أون مونج دي جاتو هادي اللي احنا في الحفلة ممكن نعملها أون مونج دي جاتو أون بوى دي كوكا أون شانت أون دانس أون ايه تخي كونتون مبسوطين يبقى دي الجمل اللي احنا ممكن نكتبها في السؤال اللي كان قبله بعد كده عايزني احط فغي اوفو سي لانيفيسار دي مونا فو هو دو هاني غلط مجدي اشتت ان كادو بور هاني مجدي اشترى هديه فغي احنا قلنا ان كل واحد اشترى حاجه مجدي اشت ان غوبو اوني هما كنا كانوا مبسوطين فغي صح او مانج دي فروي اكلوا فاكهه فو هما اكلوا دي ايه جاتو منى ومجدي سون لي دو كانوا لو كانوا اصحاب هاني منى اشت عندي فين منى 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 اشت منى اشت ام بالو اشترت بالو بعد كده عايزني احط مي اونوردر ان انا ارتب الجمل هقول جو سوي ني على بعضها كده يعني انا اتولدت جو سوي ني اون في مارس مارس جو سوي ني اون مارس جو سوي ني اون مارس بعد كده بيقول سي L'anniversaire d'aid milad de mon ami C'est l'anniversaire de mon ami yani da'ed milad sadiqi C'est l'anniversaire de mon ami Oui n'am je ana vais a l'école yani n'am ana azhab ila al madrasa Oui je vais à l'école Oui je vais آلي كل. چ سفل يعني أنا أطفأت ديس بوجي عشر شمعات. يبقى بجيب السجي الأول بعد كده الفرب بعد كده الكملمون. جُ جفر يعني أنا قدمت ان هدية ا ما مير، يعني انا قدمت هدية لوالدتي جوفر ان كادو اما مير قدمت هدية لوالدتي وعيد عيد الام جاي خلاص اهو فحنقدم كلنا هدايا لامهاتنا جوفر ان كادو اما مير كومبليت افيك بال يعني جميله كونتون يعني مبسوطين نوفو يعني جديد انتيليجون انتيليجون بمعنى ايه يعني ذكي ايه بون يعني جيد انتيليجون ذكي او اي ذكي هي معناها ذكي تحت يعني معنى لطيف بس هي المعنى الاكثر انتيليجون يعني ذكي ايه انيفرسير يبقى انا هقول بون انيفرسير بون انيفرسير كل بلا مي كل بل امي يعني مبسوطه جدا من صديقتها فبتقول دي صديقه جميله كريم ايه كريم ماله ايه ايه انتيليجون انتيليجون ميزامي سون دي جمله جامعه هختار الادجكتيف البلوريال كونتون لاخرها اس عشان هي كلها جمله جامعة سي ان ليفر ان نوفو ليفر يعني كتاب جديد C'est un nouveau livre. Associé يبقى معناها et يعني اتولت اتولد il يعني يوجد نقاط دي بوجي بيسال هنا عن الشمعه ط فتيل بسال عن الجو هنا porte ampule بوخت امبول لابس بلوفر إيه لو ستيلو يعني يكون القلم طيب من معنى الجمل كده كون يعني متى إتشني متى اتولدت يبقى أنا هختار كون إليا كومبيان دو لما بسأل عن عدد حاجة بستخدم كومبيان دو كال كال في فتيل ودي في الوحدة الجاية هناخد السؤال ده كال في فتيل كي بورت ام مين اللي لابس البول وي لو ستيلو يعني اين يوجد القلم او اين يكون القلم وي لو ستيلو بعد كده عايزني احط الجمله دي في الفيمينا هانسها هقول سي عادي ان بدل ان هتبقى ان بدل بو هتبقى بل كده بدل جخصون هتكون في لانه مؤنث كلمة جرسون معناها في الفمينة بتاعها في يبقى ستون بل في سيتون بل في هنا عايزني كونجوج لو فيرب اصرف في الفيرب هيكون اوفر كده بصرفه كاني بصرفه مع ال و ال هنا بيقول لي ريبون نيجاتيفمون يعني اجب النفي نو جيب bois du فانا هقول له لا انا جو طبعا النفي فيها نو وبحط الفيرب بوا بعد كده بنفي بالبا نو با وبحول الاختيكل دي البختيتيف دي لدو كده بعد كده انزل كوكا عادي يبقى انا بنفي باستخدام النو والبا وحط بينهم الفيرب ولو عندي ادوات نكره او ادوات تجزئة بحولهم لدو أو دي أبوستروف طالما الفيرب اللي عندي أي فيرب ما عدا لو لو هو موجود مش بقدر إن أنا أحول الأدوات دي بعد كده تحدث عن حفلة عيد ميلادك ودي قرأناها في أول الإجزامية موجودة آخر إجزامية معايا لانيفرسير دو محمد لو لسات مارس نهاردة سبعة مارس محمد فات حفلة محمد سون فيكسي لعيد ميلاده إيل سوفل دي بوجي اه طفى عشر شمعات سون بير أبورت أن روبو سون يعني والده أحضر له غوبو سا مير والدته أبورت أن بانتالون ومامته جابت له بانتالون سونامي أدهم صديقه أدهم أبورت أن فواتور قدم له سيارة ولا أكيد انها سيارة لعبة يعني سي الانيفرسير دو ادهم ده الانيفرسير دو محمد هتكون الاجابة فو محمد اه سينكون هو طفى عشر سمعات يبقى هيكون ديزون لا اوفر ام بالون مام تقدمت له ام بانتالو مش ام بالون لو بير اوفر ان روبو فري صح محمد اي ني اون مارس فري صح ادهم اوفر ادهم قدم له اون فواتور محمد اي ني لو 7 مارس 7 مارس 7 مارس شاس لانتري هاختار الاجابه او الكلمه المختلفه سامجي بوجي لوندي ماردي هاختار بوجي جانفي فيفري كاي مارس هاختار Ça y est, rouge, boire, 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 l'église va être rouge. Du, de la, mon, mo. d, ça va être mon. D'accord, avec plaisir, pardon, merci, ça va être pardon, parce que c'est la seule chose que Je fais une fête, parce que c'est fête féminine. Tu ouvres, l'écriture est Rania est gentille, merci. رانيا اي جونتي يقول عليا لطيفه ميرسي هنا إيه سي اون طبعا سي بيجي معاها الفيرب اخره ا اي تي سي اون بيجي معاها الفيرب ا اي تي جو وبا اتفقنا ان انا بنفي لما بنفي بنفي بين نو والبا وبختار دو دي دو عشان انا بحول الادوات لدو سي دوماج سي دوماج يعني يا yeah, للخساره دي لما بتكون حاجه مش حلوه حصلت لنا او سي جينيال يعني هذا عظيم لما بتكون حاجه حلوه حصلت ان فواتور بور موا طبعا سي جينيال يعني عربيه لينا او ليا اون ne بو با جوي يعني انا مش قادر ان انا العب سي دوماج سي دوماج يا للخساره ما سير بورت ام بال روب أختي لابسة فستان جميل تكون سي جينيال جو بو با الي على الفت يعني انا مش قادر اروح الحفله يبقى سي دوماج مونامي امي اي كونتون سي جينيال ادعو صديقك على حفله عيد ميلادك هتقول له جو تان فيت ا ما صديقك بعيد ميلاده هتقول له بون انيفيرسير اذكر تاريخ ميلادك هتقول جو سوي ني وتقول تاريخ الميلاد جو وتقول تاريخ الميلاد هنا اكتب اربع اشياء يمكن ان تقدمها لصديقك في عيد ميلاده هتكتب هدايا يعني ممكن تقدم له ايه ان فواتير ان غوبو ان بانتالو. تقدم له اي هديه ان كادو يعني في عيد ميلاده وكده الفيديو بقى طويل جدا بس انا كنت حابه ان انا اخلص معاكم الاكزرسيس كلها بتاعت يونيتي سانك ميرسي جدا لحسن الاستماع ويا رب اكون فدتكم وتابعوني هنزل لكم انيتي 6 وهعمل لكم فيديو تاني للاكسرسيس مرسي